نبي نتكلم يمه عن حالتك الصحية. والله مسوية 3 عمليات، والله يعلم فيني تعبانة، وغير عيني سويتها هذه الرابعة، متحملة كل شيء. تسوي شنو العمليات اللي سويتها يمه؟ سويت القلب 3 مرات، سويت عيني. القلب المفتوح ولا دعامات؟ لا دعامات، وسويت قسطرة وسووا لي، وعيني هذه شقت بسم الله عليك، وسويت لها عملية شبكية. يعني الولد ما يبات هني، يبات برا. يبات برا الحين مؤقت، يروح عند رفيجة، يروح يسوي الليل من ما يقدر يفرش الشقة، الشقة غالية، وهو وخيه يعني ما ندري شو نسوي، معاشه شوية ما يكفي يعني، ولا بيعيني ولا ما أدري، والله ظروف ديون عليه من الأول، عليه من مرته وعليه مسدد، وخذ قرض مسكين، وحتى مو قادر، توت ماسكينة من كم يوم قاطينه في اسمه في اللي في الصليبية. ليش؟ يبون فلوس. لو مو واحدة رفيجة بنيتي شافت الوضع، قالت لي أنا أدبرهم لك خالتي وتصرفي، ولا كذي قطته ندور عليه، لقيناه هناك مقطوط.